موضوع بيتين وتعرض أحد أصحاب معارض المركبات فيها إلى الحرق بالكامل بعد أن قام مستوطنون بإضرام النيران بالمعرض. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي صاحب معرض المركبات الذي تعرض للحرق في بيتين من قبل المستوطنين، السيد عبد العزيز حامد. أخ عبد العزيز، مساء الخير وأهلا بك معنا. مساء النور على الخلنام. نعم، دائما نقول العوض إن شاء الله لكم من الله، والحمد لله الذي أنكم لم تتأذوا من هذه الاعتداءات، ولكن هذه اعتداءات تعانيها القرى والبلدات الفلسطينية وزادت حدتها من بعد 7 أكتوبر كثيرا. نعم، فأخ عبد العزيز بالبداية يعني حدثنا شو اللي صار معكم بالضبط في معرض المركبات، كيف حسيتوا عليهم، متى صار هذا الأمر، وبالضبط ما الذي حدث؟ والله بالضبط شفتي الساعة تقريبا 2:00 الصبح تصل علي على البيت يقولوا في نار مولعة في محلك، فرحت فلما وصلت أنا بيت كل شيء يعني رايح مولع النار فيه، يعني كل هبة نار، المحل والمكتب وكل السيارات كل شيء. نعم، وزي ما قلت ربنا بعوضنا إن شاء الله، يعني كل شيء انحرق في المعرض، يعني كل شيء والله كل شيء. كم عدد المركبات؟ يعني أنت عندك معرض مركبات جديدة بتبيع مركبات؟ أنا ببيع وبأجر مركبات متوسط العمر، وش جديد وش مستعمل، بس الحمد لله يعني بعوننا ربنا زي ما قلت. وبعدين مع اللي بصير فينا وفي أهلنا الواحد بخجل يتحدث عن الموضوع يعني. نعم. ولا إيش يعني. نعم صحيح. كم عدد تقريبا المركبات الموجودة في المعرض، يعني وقديش تقدر الخسائر أخ عبد العزيز؟ هي 12 مركبة بس مع خراب كل المعرض يعني فوق 600,000 شيكل. 600,000 شيكل مخاسر من جراء هذا الحريق. طيب شو الخطوات اللي بتنووا تقوموا فيها يعني بعد تعرضكم إلى هذا الاعتداء؟ والله الخطوات ما لناش غير الله، يعني شو بدنا نسوي يعني، بعدين مش أول مرة يعني، أنا مرة كسروا لي كل السيارات وصلحتهم وكثير منظمات أهلية والأمم المتحدة حاولوا يتصلوا ويتواصلوا ويساعدوا، فوقت أنا يعني رفضت المساعدة، كنت في ناس أحوج مننا بس ألتش. ومرة وأنا لقيت الزيتون ضربونا واخذوا السيارة مني. ومرة كمان أجوا حاولوا يحركوا، كنت مخلي السيارة برا المعرض حاولوا يحركوها بس ما حركتش، وكتبوا كلمات بذيعة على بدهان أحمر على الجدران. نعم. عبارات عنصرية يعني هيك بالعبراني. والحمد لله شفنا. هل يعني هذه الاعتداءات زادت بعد 7 أكتوبر عليكم الهجمات؟ طبعا زادت على كل الناس مش بس علي يعني، هاي أنا الاعتداء الرابع بصير عندي. نعم، الاعتداء الرابع من بعد 7 أكتوبر. لا، في 2 قبل 7 أكتوبر وفي 2 بعد 7 أكتوبر. نعم. طب قديش عدد المستوطنين اللي بيهاجموكم في القرية عادة، ويعني من وين بيجوا، من أي مستوطنة؟ في زي مثلث بين بيتين ودردوان وبرقة. نعم. هذول القرى في المنطقة الشرقية، في هناك بورة استيطانية كلها كروانات، بس يعني أنا شفتهم مرة يعني زي ما بيقولوا لهم قطعان، يعني بقوا أكثر من 30 واحد طالعين مرة واحدة، مرات 40 واحد. يعني هي بؤرة استيطانية عشوائية مش مستوطنة قائمة على. مزبوط، صح. نعم. وفي هناك طبعا تعرف دائما الجيش متواجد معهم هناك. نعم. طيب أخي عبد العزيز، هذه الاعتداءات، أنتم موقع معرض السيارات وين بالضبط؟ يعني هل هو في عمق البلد ولا على أطراف البلد؟ في طرف البلد، في قبل أول دردوان ب500 متر بس. على طرف البلد، عشان هيك هم يعني بيستسهلوا الدخول والقيام بهذه الاعتداءات. مظبوط، صح. نعم. كلامك مظبوط. هل تعرضت منازلكم ايضا، اراضيكم في اراضي ايضا تعرضت للاعتداءات؟ والله احنا لنا مش بس انا يعني، كل اهل بلدنا نزلتونا في برقة. كثير من اهل بلدنا ما تمكنوش يقطفوا ثمار الزيتون السنة. نعم. مش بس احنا، كثير من دردوان ومن برقة وكل فلسطين يعني ما بتتعرض لنفس العقاب.
نعم. طيب بعد هذا الحريق الذي تعرض له المعرض، هل جاءت قوات جيش وشرطة الاحتلال إلى المكان؟ هل حدث أي شيء من هذا القبيل؟ اجوا بعد اول شيء جت الامن الفلسطيني والدفاع المدني وكل الاجهزه الامنيه، وبعد ما راحوا بجوز بساعتين اجوا الشرطه العسكريه الاسرائيليه والجيش معهم، واجروا تحقيقات وفحوصات وكل هالشيء، وقالوا بنخبرك شو بصير. نعم. فيعني طبعا هذه اجراءات فقط يعني. اجراءات بعرفش مين مبلغهم يعني او وين عرفوا بعرف. طب انتوا يعني كصاحب معرض تعرض لهذا الاعتداء وتتعرضون بشكل دائم لاعتداءات المستوطنين كأهل بلد ايضا والبلد المجاورة لكم، شو رسالتك اليوم اللي بتحب تحكيها للناس، ولمين بتوجه رسالتك اخ عبد العزيز؟ بوجهها لكل شعبنا انه الناس ما تيأس، وكل واحد يحافظ على بلده وعلى ارضه وعلى بيته وما يأس، وهذا اعتداء على كل شعبنا مش بس لحالنا. نعم نعم. شكرا جزيلا لك أخ عبد العزيز حامد، صاحب معرض المركبات الذي تعرض للحرق بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين فجر هذا اليوم. تحياتي لك وشكرا جزيلا. شكرا لك. أهلا شكرا بك.